ولولا العراق ولولا فتوى الجهاد التي أعلنها سماحة الإمام السيستاني والتصدي لهذه المؤامرة، ليست مؤامرة على العراق وعلى وحدة العراق وأرض العراق وشعب العراق، هي مؤامرة على الهوية العربية والهوية الإسلامية، وهي فسح المجال للتوحش وللأنظمة الوظيفية. إذن شكرا للعراق وشكرا للرئيس السوداني على هذه المبادرة التي هي مبادرة ليست بالفراغ بل في إطار أن يستعيد العراق دوره الحضاري كاملا في المنطقة وأن يكون صاحب المبادرة فيها. وهنا تتنزل هذه الزيارة إلى كل من مصر وتونس. صحيح أن زيارة إلى مصر هي في إطار ما تفضل به ضيفك الكريم، تندرج في إطار العلاقات الثنائية بين العراق ومصر، وأن المستفيد الأكبر منها ليس العراق بل الأردن بالدرجة الأولى ومصر بالدرجة الثانية، وأن الأوان للعراق أن يقيم علاقات عددية اقتصادية متوازنة على مرجعية رابح رابح بعيدا عن كل محاولات استنزاف العراق. لذلك تمثل خطوتها إلى تونس هي خطوة رائدة من شأنها أن تصلح العلاقات المتعثرة أصلا بين البلدين الشقيقين